أهلا بكم في ضحايا العدوان. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، يعني أن هناك 1 مليون فلسطيني يعانون انعداما كارثيا للأمن الغذائي. بينما قالت الأمم المتحدة ووزارة الصحة بغزة أن 3500 طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية، وأكثر من 495,000 شخص في القطاع يعانون من نقص حاد في الغذاء، والأهم أن أكثر من 40 طفل حتى الآن توفوا بسبب المجاعة. بينما الإنسان في الوضع الطبيعي يحتاج لثلاث وجبات في اليوم وبكميات معينة، ويوصى بشرب كمية معينة من الماء وبين حسابات للطول والوزن المثالي وكميات الدهون في الجسم وما إلى ذلك، يحرم الغزيون من أبسط مقومات الحياة الصحية. إذن ماذا يحدث في الجسم إذا حرم فجأة من كل الوجبات ومن الماء النظيف؟ في غزة يأكل الناس وجبة واحدة يومياً أو كل يومين وجبة، وبالتأكيد هي وجبات صغيرة وتفتقر إلى العناصر الغذائية. إذن كيف يتأثر الجسد بالمجاعات وسوء التغذية بسبب الحروب؟ سنناقش كل ذلك كرفقة ضيفتنا أخصائية التغذية والصحة العامة آثار عجولي. أهلا وسهلا فيك أثار. أهلا فيك، يسعد أوقاتك حبيبتي. بالبداية آثار، خلينا نحكي عن أهم العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم بشكل عام بعيدا عن المجاعات. طبعا إحنا عندنا مجموعات غذائية ستة، اللي هي النشويات، البروتين، خضار والفواكه، الدهون الصحية والكالسيوم. دائما بنحاول إنها تكون موجودة أو موزعة على وجبات رئيسية وسناكس بين هاي الوجبات الرئيسية، عشان إحنا نستوفي احتياجاتنا من البروتين، من الطاقة، من الألياف والفيتامينات والمعادن. إذن هاي الأساسيات اللي يحتاجها الإنسان صحيح. بشكل طبيعي. طيب في غزة أكيد يفتقروا لكل هاي العناصر الغذائية، كيف بيكون الوضع الصحي؟ عادة لما بنقص علينا جزء من هاي المجموعات الغذائية أو كلها زي ما هو صاير بغزة حاليا، فإحنا عرضة أكيد لسوء التغذية ويتبعها مجاعة. هلأ سوء التغذية تعريفه هو أنه إحنا ينقص علينا بعض من هاي المجموعات الغذائية الأساسية أو كلها، فبصير في عنا نقص في البروتين والطاقة بشكل أساسي في الجسم، فعشان هيك بيخسر وزن كتير بفترات قصيرة، بيكون من العضل، بيكون من الدهون والسوائل كمان. فهذا هو تعريف سوء التغذية. طبعا إلى جانب تاني اللي هو تجاوز في أكل المجموعات الغذائية هاي، بس هو مش هذا الواقع في غزة، هو نقص في استهلاك المجموعات الغذائية الأساسية. طيب شو الفرق إذن بين سوء التغذية والمجاعة؟ سوء التغذية إجمالا بتأدي بالنهاية للمجاعة. المجاعة في زي يعني كرايتيريا معينة إذا تحققت في منطقة جغرافية معينة بتكون حاصلة، اللي هي ما لا يقل عن 20% من الأسر في هاي المنطقة الجغرافية بيعانوا من نقص شديد في الحصول على الغذاء. النقطة الثانية 30% من الأطفال في هاي المنطقة بيعانوا من سوء تغذية حاد، بالإضافة طبعا إلى أنه انعدام الأمن الغذائي في هاي المنطقة، وبالنهاية بصير في عندي وفيات من سوء التغذية والمجاعة. هيك احنا بنقدر نقول انه في هاي المنطقة الجغرافية في عنا مجاعة. طبعا كل هاي الكرايتيريا موجودة في غزة حاليا ومن شهرين ثلاثة قبل تقريبا، فبالتالي الوضع سيء جدا من ناحية الأكل وانعدام الأمن الغذائي. كونك ذكرت الأطفال، شو الفرق لما الطفل يتعرض لمجاعة وسوء تغذية عن الشخص البالغ؟ دائما في فئات معينة بتكون عرضة أكثر لسوء التغذية، مثل الأطفال، مثل كبار السن، مثل السيدات الحوامل. بالنسبة للأطفال لما احنا عم بننقص مجموعات غذائية أساسية أثناء فترة النمو عندهم، فهم عرضة للهزال، عرضة للتقزم، وعرضة لنقص الوزن اللي هو نقص الوزن بالنسبة للعمر، فبالتالي بصير في ضعف مناعة، في بصير مشاكل في النمو، مشاكل النمو مش بس جسديا كمان الإدراكي والعقلي، فبالتالي رح تأثر للأسف على نموهم. يعني التأثيرات للأسف رح تكون بعيدة المدى ومزمنة. صحيح صحيح. رح نحكي عن التأثيرات كمان بشكل مفصل، بس بالبداية بدي أعرف منك إنه كيف بيبدأ الجسم يشعر بهاي المجاعة. دائما نعرف إنه الجسم بدافع عن نفسه يمكن، وبيكون في تدرج بهذا الموضوع.
صحيح. الأعراض تبعون سوء التغذية، التعب، الهزال، فقدان كتير كبير من وزن الجسم، من الدهون ومن العضل ومن السوائل، ضعف المناعة، فمنلاقي الشخص صار عرضة أكتر للأمراض، اختلاف في درجة حرارة الجسم اللي هو بضل بردان طول الوقت وبطل قادر يسيطر على درجة حرارة الجسم. وطبعا بالضبط، وطبعا كل شخص بيختلف عن الثاني، يعني الشخص بدون مشاكل صحية بيكون أخف الأعراض من الأشخاص اللي كان عندهم مشاكل صحية في غزة. طيب بقدر الجسم يدافع عن نفسه مثلا بطريقة معينة، بحرق بصير المواد الغذائية اللي أصلا موجودة فيه؟ طبعا، هي أصلا نوصل لمرحلة المجاعة وسوء التغذية لما الجسم بيستنفذ كل المخازن عنده. هلأ أسوأ مرحلة اللي هو لما يلجأ لأخذ الطاقة من العضلات، فبصير في تغير بدرجة حموضة الدم فبيأثر على أعضاء الجسم، فالمشكلة بتكون لما بلش ياخذ الطاقة من المصادر اللي مش مفروض أنه ياخذ منها طاقة. للأسف. طيب في طريقة معينة ممكن أنه يتجنبوا فيها، ممكن نقدمها كنصيحة يتجنبوا فيها الأمراض، ولا هو الموضوع يعني مستحيل؟ هلأ بشكل عام إحنا مش رح نحكي خذوا مجموعات غذائية ستة وقعد رتب صحنك خضرة وفواكه ونص مش عارف إيش وكل هاي التفاصيل، إحنا بس بدنا نحافظ على الصحة الموجودة قدر المستطاع. هلأ هم بوصلهم مساعدات لما بده يوصلهم، للأسف مش بشكل دائم موجود، اللي هي المعلبات من النشويات والبروتينات، يعني كيف الرز، الفريكة، والبقوليات، الفول والحمص وكذا. فإحنا بدنا نحاول نعوض البروتين والطاقة من المعلبات الموجودة والمساعدات الموجودة، ويركزوا تحديدا على البقوليات والنشويات. إحنا بمجرد رجعنا الأكل حتى لو بكميات بسيطة ممكن أنه يرجع الجسم هيك خلينا نقول يصحصح شوي، بس للأسف إذا طول الموضوع ممكن انه احنا تصير الاثار هاي مش ما فيهاش رجعه، يعني بيوصلوا لمرحله انه ممكن ياثر خلاص ببطل في استجابه، عم تحكي معاه ما عم بيستجيب. في كمان مشكله ثانيه للاسف اللي هو الفتره اللي بدنا نعيد فيها التغذيه لهذا الشخص، في شيء اسمه يعني متلازمة، ما شاء الله تنتهي هاي المجاعة إن شاء الله. إن شاء الله متلازمة إعادة التغذية، اللي هو إنه إحنا منرجع السوائل والأكل، فالجسم بصير فيه زي خربشة في الفيتامينات والمعادن بالجسم، تحديداً بالضبط، تحديداً البوتاسيوم، يعني لما يرجع يخزن الطاقة فبصير في خلل في مستويات الفيتامينات والمعادن، أهمها الفوسفات والبوتاسيوم. فهذا الخلل أو انسحاب الفوسفات والبوتاسيوم لداخل الخلايا بيصير بيعمل عنا مشاكل بالجسم، على الأعصاب، فمرات بيكون فيش رجعة، ومرات يؤدي للأسف للوفاة، فمرات بيكون ما في رجعة. فإحنا مش بس صفى مشكلة سوء التغذية، كمان إعادة التغذية للأشخاص بدها يعني في طريقة تكون معينة حساسة، ممكن يلجأوا لها في إعادة التغذية. طبعا هي بدها تكون تحت إشراف طبي، إنه بكميات معينة سوائل، يتبعوا دايما على فحوصات الدم للفيتامينات والمعادن تحديدا الفوسفات والبوتاسيوم، فطبعا بدها تكون تحت سيطرة. فإحنا يدوب المستشفيات عندهم عم تستقبل الحالات والشهداء اللي موجودين، إن شاء الله طبعا تخلص على خير إن شاء الله. بالنسبة أثار لنقص السوائل والماء، أيضا الماء ملوث في غزة، صحيح. كيف أيضا يمكن التعامل مع هذا الموضوع؟ طبعا نقص السوائل أكيد رح يؤدي للجفاف، فالجفاف بتعب الجسم، تعبانين دايما، جسمي 70% سوائل، فبالتالي احنا ما عم ناخد السوائل المطلوبة، كلوينا شغال على السوائل، فممكن يصير في مشاكل بالكلى وما يتبعها، مشاكل بضغط الدم. هذا من ناحية المي إذا توفرت. هلأ هي عم تتوفر المي ومرات بتكون ملوثة، فبالتالي إحنا صاروا هم كمان عرضة أكتر للأمراض اللي تنتقل عن طريق المي، وهي عادة أمراض معدية. فكل الموضوع مرتبط في بعض، من سوء تغذية لضعف المناعة لانتشار أمراض معدية. إحنا بالدرجة الأولى بدنا مصدر نظيف للسوائل، إذا ما توفر بالضبط مثلا يغلوها منيح وبعدين تتبرد، أو يستخدموها بمشروبات الثانية. لو أضفنا سكر في هاي الحالة مش مشكلة، إنه إحنا نصير ناخد مشروبات فيها سعرات حرارية عشان يقدروا يعوضوا فقدان السوائل والأملاح اللي بصير عندهم. شفنا كمان كثير من أهل غزة في شهاداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه يلجأوا للصيام، شو رأيك بهذا الموضوع؟ هل هو مجدي؟
انه صيام زي الصيام الاسلامي يعني صيام رمضان وتناول وجبه واحده في اليوم. هو صيام قصري للاسف انه عم بتبعوه، ما في مشكله بس اكيد بدهم ما يصوموا ساعات كثير طويله اذا كان هذا الموضوع بارادتهم، ما يصوموا ساعات طويله، ولما بياكلوا مثل ما حكينا يحاولوا قدر المستطاع انه ياخذوا الاكل اللي فيه بروتين وطاقه عشان يستفيدوا منه. طيب لو بدنا نحكي مع الأشخاص اللي لحد الآن متوفر عندهم الغذاء بعيدا عن شمال قطاع غزة، شو في نوع غذاء ممكن أنه نوعا ما ولو بدرجة بسيطة نكتفي فيه أو يخزنوه، يعني أنه ممكن يكفيهم من ناحية القيمة الغذائية المطلوبة للجسم؟ دائما المصدر الأساسي للطاقة للجسم هي النشويات، فقد ما يقدروا يخزنوا من الرز من الفريكة والحبوب الثانية بيكون كتير ممتاز. وكمان هذه الحبوب احنا أو النشويات بنقدر إنه احنا نعمل منها منتجات ثانية زي مثلا الخبز والمعجنات والمصادر الثانية للأكل. فالنشويات مهم بالدرجة الأولى لأنها مصدر الطاقة، بالدرجة الثانية بيجينا البروتين، لو ما كانوا قادرين يوفروا البروتين الحيواني فبيقدروا انهم يلجؤوا للبروتين النباتي في هاي المرحله. وبدنا نركز كمان على المواد الغذائيه اللي ما بتحتاج لتبريد او طريقه حفظها كمان صحيح. سهله يعني مثل ما شفنا لانه كمان في اخر فتره صار في عندنا حالات تسمم غذائي في قطاع غزه، فهذا ناتج على انه الشاحنات ما في وسائل حفظ للطعام، ما في وسائل حفظ والشاحنات قعدت فتره طويله على المعبر ما بيسمحوا لها تدخل دائما، فحتى لو هي معلبه ومصنعه وفيها مواد حافظه انه تحفظها لفتره طويلة صار لا فيها خلل، فبدنا طبعا ننتبه منيح لطريقة طبخ الطعام، مكان طبخ الطعام قدر المستطاع، يعني احنا ما بيطلع لنا النظر اصلا أكيد. عليهم قدر المستطاع عشان ما يصير في عندنا حالات تسمم غذائي وامراض معدية. شفنا كمان كثير تناول اوراق الشجر، اوراق اشجار التوت والاعلاف، اعلاف الحيوانات للاسف. شو برضو اثر هذا الموضوع، شو اضراره؟ هلا هي طبعا زي اكل جسمي مش مهيئ انه هو ياخذ هذا النوع من الاكل عليه. لكن مثلا زي شجر ورق التوت لو كان الطعم تمام معه مش مشكله، نحاول يعني ندبر حالنا يعني. بس بنفس الوقت نراعي ظروف النظافه عشان مش انه الجسم عم ياخذ شيء مش مهيئ انه ياكله وبنفس الوقت يصير في عندي امراض معديه وتسمم غذائي. الاعلاف طبعا هي مش للاستهلاك البشري اساسا، لكن للاسف اضطروا عشان الوضع الحاصل عندهم وعدم دخول المساعدات. بالنهاية بنقول يعني الله يفرجها عليهم، يقدروا يوفروا على الأقل الاحتياجات الأساسية. في كمان نقطة مهمة اللي هي حتى لما دخلت المساعدات لأنه في إشي قرب يخلص طريقه بدنا ننتبه طبعا صحيح. أي عبوة أو باكيت بيكون في خلل بشكله، مثلا معلبات انتفاخ زائد في منطقة معينة أو ما تعجب إنه إحنا لا ما نستهلكها لأنه بيكون أكيد فيها مشكلة. حتى بالنسبة لتاريخ الانتهاء شفنا كثير طبعاً. من المساعدات للأسف طبعاً. ما بتنصح باستهلاكها حتى لو الوضع كان في مجاعة يعني؟ يعني بفضل إنه إحنا نلجأ لخيارات تانية أو نصبر شوي لنلاقي مصدر تاني أحسن ما يصير في عنا تسمم غذائي وأمراض من الأكل الفاسد. هلأ إحنا حكينا شوي عن الصيام، شو في كمان ممكن طرق نوجه لهم إياها كنصيحة إنه يتعاملوا فيها مع الجوع، مثلا كل كم يأكلوا إشي معين، كم لازم تكون الكمية، كل كم لازم يشربوا مي مثلا؟ طبعا هاي التوصيات تختلف من شخص لتاني. هلأ إحنا بحكم الظروف اللي موجودة هو المفروض كل ساعتين لثلاثة، وكل ما يتوفر أكل يحاولوا إنهم يخزنوا منه ويأكلوا ويعملوا طبخات تانية من نفس المصدر الأكل اللي إجاهم، على أساس إنه الشخص نفسه والعيلة تبعته يقدروا يأكلوا، ويركزوا طبعا على الفئات مثل الأطفال، كبار السن، السيدات الحوامل، لأنهم بيكونوا في مرحلة معينة لازم يكون لهم أكل أكتر. وكمان مرة التأكيد إنه المساعدات اللي بتوصل إجمالا هي أساسها النشويات والبروتين، فيحاولوا قدر بالضبط يحاولوا قدر المستطاع انها تضل متوفره عندهم. في سؤال اخير اثار بحب اعرف اجابته منك، هو انه قد ايه الجسم بتحمل الجوع، متى يموت الانسان جوعا، بعد كم؟ هل هي قدرات مثلا تختلف من شخص لاخر او ممكن نعمم؟ هلا مش المفروض اصلا انه احنا نتجاوز 24 ساعه بدون اكل او مي، خلص الجسم ببلش يتعب ويدخل في فتره مجاعه احنا بنقولها، فبصير يعني جوا الجسم
يعني ميكانيزم معينة خلال 24 ساعة بالضبط الضرة. فإحنا بدنا نحاول يعني خلال قبل هال 24 ساعة يكونوا شربوا إشي، ولو ضفنا سكر والأشياء هاي للمشروبات مش مشكلة، أهم إشي إحنا نعوض وناخد طاقة من أي مصدر موجود. النشويات، البروتين، خضرة وفواكه إذا توفرت بالسعر المناسب أكيد كمان لازم تكون موجودة. يعني نحاول دائما ننقذ أجسادنا قبل 24 ساعة. صحيح صحيح. فما بالك باللي نحرمه من الطعام لأيام للأسف. بدي أشكرك أثر عجولة أخصائية التغذية والصحة العامة، تشرفنا بوجودك معنا. وبالنهاية مشاهدينا أدعوكم للتخيل، فقط تخيل أن أطفالك في البيت جائعون يبكون جوعا وقد تمتلك المال لكن لا يوجد ما تشتريه لتسد جوعهم. ربما هذا أصعب الاختبارات التي قد يمر بها الإنسان في حياته. نحمل لأهالي غزة الكثير من الدعاء بالصبر والصحة. إلى اللقاء.